من 2009 سويت حوالي يمكن فوق ال 14 مطعم وسويتهم بعمان. أنا لما بلشت بهالمجال ما كانوا وايد كويتين داشين بهالمجال، كلنا كم واحد يعني 2008 يعني من زمان، الحين لا غير. No, no, I want a tray. I don't want it to drain. I don't want it to drain. I just want a normal tray. كم مرة بتيت أحد بالمطبخ؟ مرتين. يعني مرات أزف، بس يعني خلال 13 سنة مصنع وفن وهم التايمينج ويلا يلا ووين لازم تجهزون وتكونوا مستعدين، يعني كنا يعني جيش الصراحة. شو اللي حاطته هاي حق الاكل؟ كنت حاسه يعني مو اني قاعد اضيع وقتي، وايد اشياء تعلمتها بشركه الاستثمار، واصلا كنت يعني وايد مرتاحه بالشركه ووايد احب الناس اللي كنت اشتغل وياهم. وصلت مرحله اللي حسيت ان كنت لازم اكمل بشيء مختلف، بس لما اكون بالمطبخ يعني يختلف تماما عن اني اكون قاعده بمكتب. اي تندرلاين انا احب احمش المشرومز، بعدين لما درست زراعه فهمت الأكل بطريقة مختلفة وجديدة من البذرة إلى الطبق. إن شاء الله بالسرعة. الطبق جداً بسيط، بس أنا عندي هذا أحلى طبق صراحة. كل الأشياء الجاهزة اللي ممكن تأخذها من السوق إحنا نسويها بالإيد، يبي له وقت، وكل شيء هاند ميد، لأن أنا شاف قيمة الأكل تختلف. يعني أنا ما أقدر أشوف نفسي من غير الطبخ صراحة، يعني هو بالدم. يعني وايد ناس عبالهن الله مطعم وناسة، بس لا كلش لا، ما في شيء اسمه ويكند الحين ما راح أرد عليكم، هو 24/7 يعني تعب. يعني هاي أسهل كلمة. ما أدري شلون أشرح لك إياها. تيليك روم تمبرتشر، دير بالك على اللنس. Guys, please sharpen your knives when you come in the mornings. شدوا حيلكم وحاولوا تسوون أكثر من ما متوقعين تقدرون تسوونه. يعني لازم تشوف لك شيء اللي أنت تبيه، صدق أنت اللي تبيه. هذا قمر، أي لازم تسأل نصف النصف عنه، هو الديزاينر. شكراً.